حنا مشجعين اتحاد طنجة، مشجعين اتحاد طنجة، وفي الدم وغتبقى في الدم، وعليا نموتوا نعملوا أي حاجة، ودائما كونترا ليلة بما الكوليس وبما الاتحاد بما الاتحاد. بصراحة ما كناش كنتوقعوا بلي غنديو هاد الليغا هادي كأس العرش أخاوة، وربي كتب لنا وديناها. وتحية للملاعبية كانوا اللي كانوا لاعبين، تحية للملاعبية اللي كانوا لاعبين، لعبوا بالنية وتقاتلوا ولعبوا بالدم، وبما الدراري كاملين ديالنا، وديما طنخير سيتي، وديما طنجاوة وفي الدم طنجاوة، وبما الوالدة. كأس والله لا ما كناش كنتوقعوها، بعد ما تقصل بعد ما تقصل الفريق في الربع النهائي بسبب هذاك الظلم وهذاك الشيء، صافي حنا رجعنا ورجعت الاداره الحمد لله طالبت بالحقوق ديالها وطالبت باش تعاود بارديدو باش نتآلوا حنا، علاش على حساب كانوا دخلوا واحد اللاعبين ما كانش مسموح له يدخلوا، فهمتي؟ والحمد لله الحمد لله ربي فرحنا ملي تآلوا نص النهائي، طلعنا واحد التشويق واحد رغبه كبيره باش نحققوا الكاس. الحمد لله الحمد لله تآلنا من نص النهائي مع ماتش طنجه، كان باقي ما رجعوا هي الكوليس. الحمد لله النهائي، الحمد لله في النهائي طلعوا هي الكوليس، طلعوا بزاف الجماهير، كان واحد التناقل اللي هو تاريخي الحمد لله. وفرحانين طنجه، وطنجه كامله فرحانه، والناس كاملين فرحانين الحمد لله. شكون لله الحمد لله، حنا مع الحافله دابا والاحتفالات كتشوف، كان معايا انا ماشي مع الحافله فيلو وكاملين فرحان الحمد لله، وديما طنجه والعز طنجه وبيبه طارح. والله ما كذب عليك، البارح كنت في السكوفه واحد المنظر اللي هو صعيب بزاف، اللي كتشوف هذوك الاصابات وداك الشيء صعيب بزاف، ونتمنى ان شاء الله الشفاء العاجل جميع المصابين ان شاء الله، وهي كل زي ما في الدم دائما يبقى الواله، وبيبه العز طنجه وديما طنجه. احسن صحفي في العالم، الله العظيم العالم كنهني باسمي وباسم مجلس جهه طنجه تطوان حسين مع الفوز التتويج ديال فريق اتحاد طنجه لكره السله بهذا الكاس الغالي على المغاربه كلهم. فبعد يعني مده يعني ماشي من قصيره، يعني كنا نحتاج الى هذه الفرحه، نحتاج الى تتويجات، فالتتويج اليوم في كره السله الا ولا بد ما نقولوا كلمه حق، لابد ما نشكر كل من ساهم من قريب ومن بعيد، ولهم السيد ولي جهه طنجه تطوان الحسيمه على الدعم ديالو لهذا الفريق، كذلك الجمهور وكذلك المكتب المسير اللي كان ديما وقف باش هذا الفريق هذا يعني يكون عند حسن الظن ديال الجمهور وديال الساكنه ديال طنجه وديال الجهه طنجه تطوان الحسيمه. لابد ما نشكر كذلك الفرق اللي تاهلت نهائي ديال كاس العرش، لا بالنسبه للمجد نساء ديال المجد كره السله، ولا بالنسبه للفريق ديال كره القدم بالنسبه للمغرب التطواني، واللي كان يعني كنهنيوه النهائي ما كانش محظوظ باش يكونوا فوزوا، فغتكون ان شاء الله يعني بدايه موفقه داخل هذه الجهه باش يكون هناك القاب ثم القاب في هذه الفترات كلها ان شاء الله، اللي حنا بحاجه لله، واللي كان اللي طبعا من الذوق ديال الفرح والفرج ان شاء الله عند الساكنه ديال هذه الجهه طنجه تطوان الحسيمه. الحمد لله على لطف الله، فهذاك هناك يعني قوت حب الفريق، حب اللي يعني الفوز، فكل الناس كان هناك جمهور معطش لهذا الفوز، فنطلبوا من الاقدر الالهي. الحمد لله ما كانش هناك يعني شي واحد اللي تقصح ولا اللي هذيك، ف دائما لابد ان شاء الله نكونوا حريصين على الارواح وعلى هذه الجماهير، ونعبؤوا معهم ونواكبوهم باش يكونوا ان شاء الله يعني هما قدوه اللي كيمشوا ديما كل ديما كيمشوا كيعاونوا الفريق. نحتاج الى هذا الجمهور، ولكن ننظموهم، فهذا هو التنظيم يمكن اللي كنا مجهودات اللي تعملت، ولكن هذه فرحه ونطلبها الحمد لله على لطف الله. ما اشير
يعني الاخوان داخل المكتب او باش تكون هناك منحه لهذا الفريق اللي هي 500,000 درهم اللي تشجيع ولدعم هذا يعني الكره السله وكذلك لهذا الفريق اللي ان شاء الله كنطمحوا باش يكون يعني يتوج بالبطولات والقاب اخرى ان شاء الله في العام القادم ان شاء الله.